الأزهر ده يعني مكان للمسلمين جميعا في داخل مصر وخارجها في العالم كله. فليس الأزهر حزبا حتى يكون حزبا معارضا أو حزبا مواليا، ليس مؤسسة سياسية حتى يتوقع منه أو ينتظر منه أن يكون مؤيدا أو معارضا، الأزهر فوق كل ذلك. طيب فضيلة الشيخ، يعني دعني أنتقل إلى موضوع آخر فيما يتصل بعلاقتك بالإخوان المسلمين في مصر. يقال أن شهادتك ضد طلبة الإخوان في الأزهر، في جامعة الأزهر عندما كنت رئيسا لها، فيما تسمى واقعة الميليشيات، إنما تعبر أفضل تعبير عن رأيك في الإخوان، هل توافق على ذلك؟ لا يا سيدي، أنا ليست بيني وبين الإخوان أي خصومة، أو وإنما الذي حدث أن هؤلاء الطلاب اقتحموا يعني أو خرجوا عن الأدب المطلوب أو عن تقاليد الجامعية، وارتكبوا فيما يعد في نظري جرما. وأنا يعني طبعا لا أستطيع أن أوقف النظام الدولة ولا أوقف الأمن عن أن يمارس حقه في هذا، لم يقبض على هؤلاء الطلاب داخل الجامعة. طب كحركة سياسية، إنما قبض عليهم خارج الجامعة. كحركة سياسية، لننسى موضوع الطلبة، كحركة سياسية تعتقد أنها وجيهة؟ أنا ضد، نعم، أنا ضد أن يتخذ الإسلام لافتة لحزب يريد أن يصل إلى حكم. وكأنك تقول بأن الدين كما يقولون ليس فقط عبادة، أنت قلت هذا الكلام، يعني يدخل فيه السياسة والاقتصاد. ليس الأمر هكذا، لا، شوف يا سيدي، السياسة الآن بمفهومها لها أسلوب ولها نهج لا يمكن الدين يوافق عليه، يعني السياسة كر وفر، والسياسة ممكن يعني تتحالف مع الشيطان، والسياسة ممكن يعني تقبل أسلوب النهاردة ترفضه بكرة، ليست لها قواعد ثابتة ومعايير أخلاقية ثابتة في منظور الإسلام. فكيف يعني الإسلام بجلالة قدره يعني ينزل إلى هذه المراوغات وهذه المناورات؟ طيب. وكأنك يعني ضمنيا توافق مع الحظر الذي تفرضه الدولة على الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ أنا لست أوافق، لا يعني أنا لا أعلم هذا، إنما أنا ضد أن اللي عايز السياسة لها مجال، لها قنوات، اللي عايز سياسة ينزل سياسة. دكتور طيب، تقول أنك لا تعرف أن هناك حظرا على حركة الإخوان المسلمين في مصر؟ نعم، تقول أنك لا تعرف بأن هناك حظرا على نشاط حركة الإخوان المسلمين في مصر؟ هو حظر على حزب ولا حظر على 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 حركة؟ نشاط الإخوان المسلمين. طيب لا، أنا بقول لحضرتك، لا مش مسألة نشاط، مسألة حزب، هو حزب ممنوع، انما لا عايز يعمل جمعيه اهليه، لو عايز يعمل يعني كذا وكذا. هل يشير لنفسه بانه حزب شيخ طيب؟ الاخوه حركه الاخوان المسلمين، هل يشيرون الى نفسهم؟ ولكن هل هو حزب رسمي في الدوله واعترفت به الدوله مثل الاحزاب الاخرى؟ يعني انت تريد الاعتراف وبعدها لا يصبح مشكله. طيب انت قلت، دعني انتقل، لا يا سيدي، شوف، انا زي ما قلت لحضرتك، لا تلعب سياسه وانت لابس عمامه الدين، ده ممنوع. طب هذه نقطه وصلت. شيخ الطيب، أنت قلت أن من أولوياتك تحقيق عالمية الأزهر ونشر المذهب الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر، قلت هذا الكلام؟ قلت؟ نعم. طيب. من المسؤول عن عدم تحقيق هذا الهدف حتى الآن؟ من المسؤول عن عدم تحقيقه؟ يعني لا توجد عالمية الأزهر، أو ما لم يعد عالميا وما إلى، من هو المسؤول عن ذلك؟ والله يا سيدي أنا قلت هذا الكلام وحضرتك تستعجلني في الإجابات. أنا قلت لحضرتك، يعني يمكن ربما سمعتني، أني مرت بمصر فترة المد الاشتراكي المركزي، وده قلص دور الأزهر، ده السبب الأول في تراجع الأزهر. خدنا فترة أن احنا المد الاشتراكي لابد أن يكون على حساب المد الأزهر. جاءت أيضا تفريغ الأزهر من كثير من علمائه إلى منطقة سراء أخرى. من هو الذي قام بتفريغ يعني الأزهر لها؟ دكتور الطيب، من هو الذي قام بتفريغ الأزهر يعني؟ لا، الإغراء، لا أكثر، لا، شوف، ظهور مراكز جذب مادي ثري هو الذي أغرى الناس في بهذا. طب طبعا كان الذي يحرص على أن طيب دكتور نعم. طيب، ما دمت ذكرت يعني الخليج، أنت قلت أن أساتذة الأزهر، وأنا أنقل عنك، سافروا إلى دول الخليج في السبعينات وضاعت منهم وسطية الأزهر وتبنى نعم. بعد ذلك اتجاهات سلفية متشددة، قلت هذا الكلام؟ هو لم يتبنوا، هو يعني تركت عليهم بصمات، لأن الأزهر الحقيقي لا يمكن أن يتبنى إلا اتجاه الأزهر وثقافة الأزهر الذي تربينا عليها منذ نعومة أظفارنا. وكأنك تقول بأن السلفية مستوردة إلى مصر؟
والله طبعا السلفية ليست السلفية بمفهومها الآن ليست ثقافة أزهرية وليست نتاجا أزهريا. من أين جاءت من أين جاءت هذه الثقافة السلفية؟ والله أنت تعلم وكلنا نعلم أن جاءت من شرق ومن غرب يعني. طب هل نكون دقيقين إذا جمعنا كلامك عن موضوع أن الأساتذة ذهبوا إلى الخليج وما إلى ذلك، أنك تتحدث أنا بتحدث عن الفكر المستورد، في الواقع أنت تتحدث عن الفكر الوهابي؟ يا سيدي لا، أنا يعني ليس من اللائق لشيخ الأزهر أن يتحدث عن هذا أو ذاك، وإنما أنا أصف لك ما حدث للأزهر الشريف. وليس يعني عندنا الآن فيه فكر، يعني حتى هذه البلاد التي تتحدث وأتحدث عنها، هذه البلاد أيضا الآن تعاني من هذه المذاهب وبدأت تنتبه إلى أنها فعلا تعاني من الوهابية. يعني تقول حتى أكون دقيق، تعاني الوهابية؟ نعم. لا أنا لا 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 أتحدث عن مذهب بعينه، أنت تعرف هذا الكلام تماما وربما تعرفه أكثر مني. أنا أتحدث عن أي فكر يعارض فكر الأزهر، سواء كان سلفي أو سواء كان إخواني أو سواء كان وهابي أو سواء كان شيعي، نحن لا نقبله. طيب. في الأزهر ولا في مصر. طيب دكتور الطيب.